الحمد لله رب العالمين، اللهم تتابع برك واتصل خيرك وزاد عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق لنا حاجة إلا وقضيتها بفضلك وكرمك، وأنت أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ورحمته للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارضَ اللهم عن أصحابه ورفقاء دربه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. الأحبة الأكارم، طِبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلاً، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ثم أما بعد، ما ترى اثنان متحابين إلا وبينهما اتفاق، اتفاق في الصفات الطبيعية، وكلما كثرت الأشباه زادت المجانسة وتأكدت المودة، وكل شيء يبنى على الحب، فالله محبة والدين محبة والطاعة محبة والتقوى محبة. من هنا قال حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ففهمنا أن أساس الدين هو الحب. يا عباد الله حبوا، فليس غير الله رب. إن في القرآن آية هي للقلوب طب: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. فأساس الدين هو الحب، وأساس الالتزام هو الحب، وأساس الولاء والبراء هو الحب. لكن الحب له أسس وله قواعد، فأول قاعدة تؤسس بها للمحبة في قلبك الشرط الأعظم: ألا يزاحم محبوبك في قلبك أحد، ألا يزاحم محبوبك في قلبك أحد، لا زوجة ولا والد ولا أم ولا ولد ولا بنت ولا ملك ولا متاع ولا عقار. لا يزاحم محبوبك في قلبك أحد، ولا تجعل قلبك إلا لله. لا بد أن يكون قلبك خالصا لله وحده، خلوا من كل شيء، صافيا لله، لأن الله تبارك وتعالى يغار
وغيرة الله أن تدخل في قلبك محبوبا سواه. فاحرص قلبك واحفظ دينك. الحب بابه مفتوح لكن له سقف، البغض والكره بابه مفتوح لكن له سقف وله حد، فكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. قد تفرط في الحب فيدخل الحبيب الجديد فيزاحم المحبوب الأصلي في قلبك، بذا يضيع منك المقداف والملاح، لأن القلب لا يعمل إلا في اتجاه واحد. القلب لا يتحرك إلا في جهة واحدة. إذا صادف أن قلبك تحرك إلى محبوبك نلت الرضا ونلت المراد من رب العباد. إن تحرك القلب إلى أكثر من جهة خبت إذن وخسرت. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إنما لك قلب واحد فلا تملأه إلا بالله. ولما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك، ولم أدع مكانا فيه خاليا لسواك. أين ربك؟ قال ربي في قلبي. نعم سبحانه لا يحويه مكان ولا يمر عليه زمان، وهو يقول ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. عقيدتك هو الله، ربك هو الله، إلهك هو الله، مقصودك هو الله، محبوبك هو الله، فلا تزاحم محبوبك في قلبك بأحد كائنا من كان. سئل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، فضحك الصحابة وقالوا يا رسول الله ليس عن النساء نسأله، قال عن الرجال؟ قالوا نعم، قال أبوها. السؤال لما أحب النبي عائشة؟ أحبها لأن الله يحبها. لما أحب النبي أبا بكر؟ أحبه لأن الله يحب أبا بكر. إذن محبة النبي خاضعة أساسا لمحبة الله، فإذا أحب الله شيئا أحببناه لحب الله له. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل شيء يقربنا لحبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على شدة الظمأ. إذن المسألة كلها مسألة حب سبحان الله. ولذلك ربنا يحب منك أن تكون رجاعا إليه، كثير التوبة بين يديه، بكاء على أعتابه، كثير القصد والطلب، ولا صاحب إلحاح في الدعاء والرجاء، لأن ربنا لا يغلق بابه ولا يرد سائليه سبحانه وتعالى صاحب الكرم الكبير. نعم. وعلاقة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر علاقة كان أساسها المحبة لله، أساسها المحبة لله. أنفس تحابت في الله، تآخت في الله، تلاقت في الله، وباعثها الأوحد الحب في الله، حتى صار كشخصين في جسد واحد. حصل نوع من الاتحاد، حصل نوع من الحلول.
التمازج، الاختراق، التوحد إلى أبعد الحدود. حتى قال الصديق يوما، كان النبي صلى الله عليه وسلم مرض، فذهب الصديق لزيارته، فاسمع ماذا قال الصديق. قال: مرض النبي فزرته، فمرضت من حزني عليه، شفي الصديق فزارني فشفيت من نظري إليه. هذا هو الحب، تم الشفاء عبر الحب. هذا يدل على مدى حالة الامتزاج والتآخي في الله. ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبادله الحب بحب، ويقول: لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر، لو كان نبيا من بعدي لكنت أنت يا أبا بكر، كل باب يفتح ويفضي إلى المسجد يغلق ما خلا باب أبي بكر، كل صاحب يد علينا كافأناه بها إلا أبا بكر، تركنا لله أن يكافئه على عمله الخير يوم القيامة. حب، حب. النبي يستطيع أن يعطيه، يستطيع أن يسدد، أن يعطيه المقابل، أن يوفر له الواجب، لكن من شدة حبه له أخر عطاءه وأخر السداد وأوكله إلى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يا أبا بكر، يا أبا بكر، ألا يرضيك أن يكون قصرك مقابل خصري يوم القيامة؟ حتى في الآخرة هناك تلاصق، هناك مجاورة، هناك محبة، هناك التزام. إذن الدين كله مبني على الحب. ولذلك الصديق كان يفطن لكل حرف يخرج من فم النبي. يقول أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه: كنا جلوسا ونظر إلينا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إن الله خير عبدا من عباده بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فصرخ أبو بكر وكان جالسا معنا وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فنظر بعضنا إلى بعض وتعجبنا، ما الذي يجعل الصديق يصرخ؟ ما الذي قاله النبي أساسا يستحق الصراخ؟ النبي يحكي معنا ويقول: إن الله خير عبدا من عباده بين زهرة الحياة الدنيا والبقاء فيها وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فعلم الصراخ يا أبا بكر. ففهمنا بعد ذلك أن العبد المخير إنما هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر أكثرنا ذكاء، وأكثرنا وعيا، وأكثرنا شفافية وحسبة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الدين أساسه الحب. الحب هو الذي يدفعك، الحب الذي يرخص أمام عينيك كل شيء، الحب هو الذي يزهدك في الدنيا، الحب هو الذي يصبرك على الأعداء وعلى الأقارب وعلى كل أصحاب السفه. لا بد وأن تصبر. هذا الصبر تعلمناه من محبة الدين. هذا الخير الذي نبذله هو أساسا محبة في الدين. هذا الولاء وهذا البراء لله ولرسوله ولدينه إنما هو نوع من المحبة في الدين، نوع من المحبة في الدين. كلما زاد رصيدك من الحب هان أمام عينيك كل شيء. سيدنا عمرو بن الجموح رجل تقدمت به السن وكان صاحب عرجة شديدة، ساقه مقسمة إلى 4 أو 5 أجزاء
هناك عرج يكون خفيفا، وهناك عرج يكون يعني متوسطا، وهناك عرج يكون ثقيلا. سيدنا عمرو كان من أصحاب العرجة الثقيلة، ساقه على أجزاء يحتاج إلى مساعدات ومقومات، ومن يأخذ بيده، ومن يسنده من الخلف، ومن يكون على جانبيه، ومن يسحبه من أمام، أمر صعب. فلما نودي للجهاد ومعه أولاده كثر كلهم كبار وكلهم فرسان، قيل أن معه من الأولاد ستة وقيل أنهم أربعة. فلما نادى حي على الجهاد، يا خيل الله اركبي، هم هو إلى فرسه ليلبي منادي الجهاد. فوقف أبناءه أمامه وقالوا له: يا أبتاه، أنت صاحب ظروف خاصة، أنت رجل عندك عذر، وربنا أعذرك. ليس على المريض حرج، ليس على الأعمى حرج، ليس على الأعرج حرج، ونحن أبناؤك، نحن نكفيك أمر الجهاد، نحن نلبي النداء ونخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نغزو ونجاهد ونقاتل في سبيل الله، أما أنت فتجلس هنا معززا مكرما وقد أعزرك الله وأنت من أصحاب الأعزار. قال: لا تحولوا بيني وبين الجهاد في سبيل الله. قالوا: إن احتاج الأمر سنمنعك بالقوة. قال: إذن والله لا أشكونكم إلى حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الرجل يتهادى حتى وصل إلى مكان النبي وقال: يا رسول الله، أشكو إليك عيالي. قال: فيما؟ قال: أنا أريد أن ألبي نداء الحق، وأريد أن أجاهد في سبيل الله، أريد أن أنال الشهادة في سبيل الله، والله أريد أن أطأ بعرجتي في جنة الله، وعيالي يمنعوني ويحولون بيني وبين فرسي. فقال له النبي: إن أبناءك يكفونك وأنت صاحب عذر والله أعذرك. قال: لكن يا رسول الله، نفسي تتوق للجهاد، وإني أشتاق أن أطأ بعرجتي في جنات الله، فلا تمنعوني ما أرغب، ولا تحول بيني وبين ما أشتهي. فنظر النبي إلى أبنائه وقال لهم: دعوه، لعل الله يسوق إليه الشهادة. أركبوه فرسا وانطلق يغزو في سبيل الله، ولم يطل عليه الوقت، لأن الحرب تحتاج إلى كر وفر، والرجل له ظروف خاصة، فكان أول الشهداء. فلما انتهى غبار المعركة وأيد الله رسوله بالنصر ومن معه، وقفوا ليواروا الشهداء الثرى. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عمرو بن الجموح شهيدا، ووجد عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله سقط شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا عجيبا، قال: ادفنا هذين المتحابين في قبر واحد. هذان الرجلان كان يتحاب في الله، جمعهما الحب في الله، فادفنوهما في قبر واحد، لا تفرقوا بين المتحابين في الله. فانظر رحمك الله، الحب لا يترك صاحبه، وأهل المحبة قرناء في الدنيا وقرناء في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أهل التقوى وأهل المحبة، حتى وإن نازع الموت كلا على حدة، إلا أنه في أثناء الوفاة وفي أثناء الدفن نجمع بينهما، وقد اجتمع على الله في الدنيا ويجتمعان على الله يوم القيامة. هذه ثمرة الحب. فما أجمل أن تتلاقى قلوبنا في محبة الله تبارك وتعالى. لكن للحب قاعدة ذهبية،
ألا يزاحم محبوبك في قلبك أحد، بذلك تتعرض للخطر وتتعرض للسلب وتتعرض للخسار. من هنا حرص الله تبارك وتعالى على أنبيائه وعلى أوليائه ألا يزاحمون في قلوبهم لمحبوبهم أحد كائنا من كان. وقد رأينا الخليل إبراهيم عليه السلام تعلق قلبه بولده إسماعيل، وبدأ حب إسماعيل يتسرب في قلب الخليل، وبدأ يزاحم محبوبه في قلب، فتدخل الله عز وجل غيرة لذاته فأرسل إليه الرؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي من منهج النبوة، افعل أو لا تفعل. فجاء الأمر من الله للخليل: اذبح ولدك قربانا لمولاك حتى لا يزاحم محبوبه في قلبه، حتى وإن كان ابنه الذي هو من صلبه الذي رزق به بعد حين من الدهر. نعم، فقلب الخليل تعلق بولده إسماعيل، فتدخل الله عز وجل. غير مسموح أن يكون في قلبك يا خليلي سواي. فلما استيقظ من نومه وقد رأى في منامه، أمسك بيد ولده مسرعا وملبيا لتنفيذ أمر الجبار الأعلى: يا ولدي إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. لأن إسماعيل سليل الأنبياء، ووالده أبو الأنبياء، أبوه أول أولي العزم بعد نوح عليه السلام، فإسماعيل ممهد للنبوة، ذرية بعضها من بعض، يعلم أن رؤيا أبيه نوع من الوحي. فقال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما فرغ قلب الخليل من حبه لولده وبدأ يضحي به وتربع مولاه على عرش قلبه، هنا تدخل الله بعفوه وأنزل كبشا من السماء وعفى عن إسماعيل، وذبح الكبش وفدي إسماعيل، وظل قلب الخليل لا يسع إلا الله. إياك إياك أن يزاحم محبوبك في قلبك سوى الله. هذا نبي كبير. فلما خطرت له خاطرة وبدأت محبة ولده وفلذة كبده تتسرب إلى قلبه، تدخل الله. ولم يكن لإبراهيم فحسب، بل بعده يعقوب. يعقوب أنجب 11 رجلا وكلهم بسم الله ما شاء الله، لكن ليس كل أبناء الأنبياء يكونون أنبياء، لا. ربك هو الذي يصطفي، وربك هو الذي يختار، ربك هو الذي يصفي ويصافي، ينقي ويختار. فبدأ قلب يعقوب يتعلق بحب يوسف الصغير، لأنه علم أنه سيكون نبيا من بعده، وتسربت محبة يوسف إلى قلب أبيه وبدأ يزاحم حبه لمولاه. فسلط الله عز وجل إخوته عليه فتحايلوا على أبيهم: يا أبانا، ما لك لا تأمن على أخينا يوسف الصغير؟ نريد أن نخرجه يذهب معنا إلى البادية يرعى ويلعب ويرتع ويجري، وتكون لديه لياقة وفيه دموية، ويتعايش ما بين الصبح والضحى، ما بين الظهيرة والعصر، نحن نخرج في البكور ونعود في العشاء، دعه يفسح معنا، يتنزه في البادية بين أيدينا. وكانوا قد أخذوا قرارهم بتغييبه نهائيا، بالخلاص منه كليا.
نقتله، نغربه، ندفنه، نفعل به ما نشاء، لكنهم توقفوا. فإذا سأل أبونا عنا، عن أخينا، أين أخوكم، بما نجيب أبانا؟ كانت هذه هي المسألة المحيرة، يبحثون عن إجابة تقنع أباهم ولم يعثروا على إجابة. فلما خاطبوا أباهم أن يأخذوا أخاهم معهم، تعلل يعقوب بشدة حبه ليوسف وقال: إني أخاف أن تذهبوا به فيأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فالتقطوها منه: لقد جئتنا بما كنا نبحث، إذن دليلنا أثناء الرجوع نخبر أبانا أننا ذهبنا نستبق فجاء الذئب وأكل يوسف. من هنا استفاد النبي من خبرات السابقين فبهداه مقتدر، فقال: لا تلقنوا أولادكم الكذب، لا تعلموا أبناءكم الكذب. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: فإن نبي الله يعقوب قال لأبنائه: أخاف أن يأكل الذئب يوسف، فلما فعلوا فعلتهم جاءوه عشاء يبكون وقالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. فلا تلقنوا أبناءكم الكذب. نعم، ثم غرب يوسف وافتقده أبوه وحزن عليه وابيضت عيناه من الحزن وتغرب وحرم منه لوعة وحسرة واشتياقا وغربة وإحساسا 40 سنة، حتى أذن الله لما فرغ يعقوب قلبه ولم يجعل فيه حبا إلا لله، أذن الله برجوع يوسف ليضمه أبوه بين أحضانه. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما ظن كل الظن ألا تلاقيا. اللهم اجمع شتات قلوبنا إليك، ودلنا على من يدلنا عليك، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، النبي المختار والمصطفى صاحب الهيبة والوقار. وبعد، حتى نبينا الكريم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مات أبناؤه في حياته إلا فاطمة، مات القاسم عبد الله أو الطيب أو الطاهر، وماتت زينب الكبرى، وماتت رقية، وماتت أم كلثوم. فلما أهدى إليه المقوقس عظيم قبض مصر مارية القبطية، عاشرها النبي وهي أمة، فحملت وأنجبت إبراهيم، فانتقلت من السراري إلى الزوجات أمهات المؤمنين ببركة إنجابها لولدها إبراهيم. نبينا هو النبي الخاتم، لا نبي بعد. تعلق قلبه بإبراهيم، رزق به على كبر، سلمه إلى مرضعة كانت ترضعه في العالية، في تبة عالية قريبة من المدينة. فلشدة شغفه وحبه لولده إبراهيم كان يصعد إليه فوق الجبل 2 مرات في اليوم الواحد. انظر إلى رصيد المحبة في قلب رسول الله لولده، رزق به على الكبر بعد 57 سنة، 58 سنة، وعاش إبراهيم، عاش 18 شهر، 1.5 سنة. لما نزل به إلى الأرض كان النبي يعطيه أصبعه
فكان يمسكه من يده ويتجول به في دروب المدينة ويجلسه على حجره ويلاعبه بفمه ويقبله ويهرول وراءه. تعلق قلب النبي بولده إبراهيم الصغير، وبدأ حب إبراهيم يزاحم في قلب النبي حب الله، فغار الله تبارك وتعالى فنعى إبراهيم وهو حي، ونزل القرآن يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لن يعيش لك أولاد يا محمد، حتى إبراهيم هذا سوف يموت قريبا. ومرض إبراهيم وحمله النبي في حجره الشريف وقعقعت روحه، ومات إبراهيم والنبي يحتضنه، فاهتزت رأس النبي ودمعت عيونه وارتجف جسده، فغمزه عبد الرحمن بن عوف، وبكى الصحابة وضج الجميع بالبكاء. فقال عبد الرحمن: يا رسول الله، هذا طفل قد لبى نداء مولاه، فلما تهتز صورتك بين الناس؟ انتبه، فأنت نبينا وإمامنا. فأشاح النبي بوجهه بعيدا عن عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وقال: يا ابن عوف، أتلومني على رحمة جعلها الله في قلبي لولدي؟ أتلومني على محبة جعلها الله في قلبي لولدي؟ لا والله، إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، لكن لن نشق جيبا أو نلطم خدا أو ندعو بدعوى الجاهلية، إنما نحتسب ونصبر ونقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما أسلم النبي قلبه كاملا لمولاه، ولم يزاحم محبوبه في قلبه أحد، لا زوجة ولا ولد ولا أبا ولا أما ولا قريب ولا بعيد ولا جاه ولا منصب ولا كرسي ولا عائلة ولا حسب ولا نسب، وإن عدتم عدنا. فعاد قلب النبي صافيا لمولاه. وفي هذا درس يجب أن نعيا، أن نخلي قلوبنا من محبة أي شيء إلا لله، فإذا أحببنا فليكن لمحبتنا سر. أحبب حبيبك هونا ما، وابغض عدوك هونا ما، فالمستحق للمحبة العظمى إنما هو الواحد الأحد. بعد الله نحب حضرة رسول الله وأولياء الله وخلفاء رسول الله وأصحاب رسول الله، ثم من حقك أن تحب أهلك وعيالك، زوجتك وبناتك وأولادك، وتحب عشيرتك والأقربين. فالحب درجات، بشرط ألا يزاحم محبوبك في قلبك أحد. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، واجعل محبتك في قلوبنا إلى أن نلقاك وبعد أن نراك. اللهم ارزقنا السير على هداك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اجعلنا من عبادك الوقفين عند حدودك، واجعلنا من عبادك البكائين من خشيتك. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم اقبلنا ولا تطردنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم اشفنا شفاءك الذي لا يغادر سقما، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، واجعل بلادنا سخاء رخاء يا رب العباد. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض وفي لحظة العرض. اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، والله عليم بما تصنعون، وأقم الصلاة.